السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله يا ربي، وأمسية طيبة ان شاء الله. تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعود لأحمد الدسري الخليجي المزور. الفيديو تم رفعه على قناة ماما كوميدي في 14 شتنبر 2019. أما المدينة التي تم تصوير فيها المقلب هي مدينة طنجة عروسة الشمال. الفيديو خلف ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومنتقد، اختلفت التدوينات والتعليقات، وبين من اعتبر الفيديو أنه يسيء للمغرب والمغربيات. صاحب القناة أحمد الدسري خرج بأول رد على الانتقادات الموجهة إليه، وقال صاحب المقلب في تعليق مكتوب له على اليوتيوب على خاصية المنتدى: الإخوة اللي كيشجعونا شكرا جزيلا، والإخوة اللي كيقولوا علاش كتشوهوا البنت عندي لكم جواب من جزئين. وأوضح الجزء الأول: هل هذه الظاهرة موجودة في المغرب والعالم كله أو لا؟ واش ولو كان ما درناش هذا الفيديو، واش هذه الظاهرة كانت لتنقرض؟ أما الجزء الثاني من الجواب، يريد المتحدث هو أن الفيديو تجربة اجتماعية، علاج عن طريق الصدمة، بمعنى شحال من بنت الله يهديها كانت كدير هذا الشيء، غتشوف هذا الفيديو واش غتفكر أكثر من مرة دابا أو لا؟ ولم يشر المتحدث إلى ما إذا كان الفيديو عبارة عن تمثيل أو مقلب حقيقي حسب ما تم الترويج له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يرجح أن الفتاة لم تكن على علم بهذا المقلب. وختم كلامه: شوف نصف الكوب المليء والضحك ونشطوا ونسوا الهم ينساكم، لايك إلا بغيتوا الجزء الثاني، بحسب تعبيره. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع شريط فيديو لشاب مغربي يقوم بتصوير مقالب في الناس، حيث استهدف فتاة في إحدى شوارع مدينة طنجة ليظهر كيف أنها قامت بالتجاوب مع خليجي وركوب سيارته، فيما تجاهلت شابا مغربيا.